يقع جبل بوكان على الحافة الشمالية لمدينة سول، وهو محاط بجبلي ناك وأنوانغ، ويوفر الحراسة لجبل بوكاك الذي يعتبر الجبل الرئيس لمدينة سول. وعلى الرغم من النشاط البشري المتزايد، إلا أن أودية بوكان العميقة وقممه العالية لا زالت تلعب دورا هاما. وبذوبان الوادي المتجمد، فإن المياه توقظ الحيوانات القشرية التي تبدأ بالبحث عن التزاوج، وهو الموسم الذي تبدأ فيه الحشرات حديثة الولادة بالتجول هنا وهناك. لدينا هنا زوج من الضفادع ذات البطون الحمراء تتناسل في البركة الراكدة. ها هما يقومان بعملية التناسل في البركة. وفي شهر أيار تكتسي أودية جبل بوكان بالأزهار، فتخرج الفراشات وأسراب النحل من بين تصدعات الصخور ومن لحاء الأشجار. ها هي أشجار الصنوبر تطلق غبار الطلع بعد أن تفتحت براعم أزهارها، وهو أيضا الموسم لطائر الصفارية للبحث عن موقع لإقامة عشه. وعادة ما تنشئ طيور الصفارية أعشاشها حين تكون الحركة البشرية نادرة. أحد طيور الصيف المهاجرة، عثر طائر الذعرة هذا على هذا المكان الخاص على المنحدر الصخري الشاهق، حيث العثور على الطعام أسهل، ويعتبر الطعام المكسب الأكثر أهمية عند اختيار المكان الملائم لإقامة العش. ولقد شرع عنكبوت الحديقة الصغير هذا بنسج شبكته، إنه معماري موهوب للغاية، ويتطلب الأمر لإكمال الشبكة التي قطرها 50 سنتيمترا حوالي 10 دقائق فقط. ولكن كيف يتغير العالم السفلي للوادي؟ للإجابة على هذا السؤال نقول: يتطلب الأمر 50 يوما بعد وضع البيض لكي يخرج النسل الجديد للحياة، وفي البداية يكون غذاءهم العوالق، وعند سن النضج يصبحون من الحيوانات المفترسة، ويفترسون بعضهم البعض عندما يصبح الطعام شحيحا. وتسمى هذه الظاهرة بالوحشية، وهي ظاهرة تشاهد حتى بين فراخ الضفادع.
ووفقا للظروف يغير المراكشي لونه، إذ وبمجرد خروجه من التصدع المظلم للصخرة يصبح شفافا وبشكل مفاجئ. وها هو فصل الربيع يوشك على الأفول، وتعطي الأمطار الإشارة على قدوم فصل الصيف. وبعد أن تهطل الأمطار وتتشرب الأرض بالمياه، تخرج الحيوانات البدائية واحدا تلو الآخر. وتمتلك هذه الحلزونة حفرة لوضع البيض في قرن استشعارها الأيمن، إنه موسم التناسل. هذا هو الموسم الذي تقوم خلاله السحالي بطرح جلودها، فبداية الصيف المبكرة هي الوقت المناسب لعملية تبديل الجلد. هذه الحشرة أمضت زهرة شبابها تحت المياه، وها هي تخرج للشاطئ حيث قامت بطرح جلدها. وتبديل الجلد ظاهرة طبيعية صحية للحشرات. منذ 5 سنوات وخنفساء القرنبي هذه تعيش في حفرة الشجرة المتعفنة حتى أصبحت حشرة ناضجة. وها هي تركز الآن على عملية تنظيف مجساتها، والمجس عضو مهم بالنسبة للحشرات. معظم الحشرات غير قادر على التركيز أو تمييز الألوان. ومع ذلك تطورت الأعضاء الحسية لديها. وتنظيف المجس عامل مهم لغايات البقاء. ويعتبر فصل الصيف على جبل بوكان الفردوس بالنسبة للحشرات. ها هي تخرج للبحث عن الطعام ولمط أجسادها. وفي داخل الغابة انتظرنا ظهور طائر القرقف قصير المنقار، وهذا الصغير هو الممثل الشخصي لطائر القرقف. وها هي الأنثى تعتني ببيضها، ونشر أجنحتها إشارة على العداوة. قام زوج من طيور الذعرة الصفراء بإقامة أعشاشهما بالقرب من منطقة سكنية، ثم وضعا البيض. والعيش بالقرب من المناطق السكنية مفيد لها لكونه يوفر الحماية من العدو الطبيعي. وبعد مرور 15 يوما خرج للحياة 4 فراخ. ولإطعام الفراخ يقوم الزوجان بالاصطياد لأكثر من 200 مرة في اليوم. وأثناء العناية بالفراخ تصدر هذه الطيور ضجيجا حادا للتأكيد على مواقعها وحدودها، ويظهر الذكر والأنثى مواقف متباينة حيال فراخهما. طيور الذعرة لا تطعم فراخها طيلة الوقت، بل تعطى الأولوية للصغير.
ها هو أحدها يبحث بالجوار. إنه الطيران الأول، ولقد نجا في المحاولة الخامسة. بالنسبة للبقية، يقوم الأبوان بتزويدهم بالطعام، ويعرف عن طائر الذعرة بأنه يأكل الحشرات والثمار اللبية ويتغذى أحيانا على السحالي. فلقد حدث بأن طيور الذعرة غير الموفقة هذه مرت بكل هذه الأوقات الصعبة من أجل البقاء. وها هو أحد الفراخ ينتظر الطعام، لكنه سقط عن الغصن. وفي جبل بوكان العديد من المخلوقات حديثة الولادة، وبنفس الوقت هنالك الكثير ممن يموتون. كان يتواجد يوما ما العديد من الحيوانات البرية على هذا الجبل، وفي ذلك الوقت كانت السلسلة الاغتذائية والنظام البيئي يعملان بتناغم وانسجام. هكذا كانت تمضي الحياة. ومع ذلك لا تتواجد اليوم سوى الحيوانات الصغيرة على جبل بوكان، وحتى هذه بدأت بالتلاشي والانقراض. ولحسن الحظ فإن تواجد البومة الصينية المتقلبة الأهواء تخبرنا بأن النظام البيئي لجبل بوكان لم يدمر بالكامل بعد. فالبومة الصقرية تتربع على قمة السلسلة الاغتذائية لجبل بوكان، وهي تنتمي لعائلة البوم، وهي الأكبر حجما. تعيش على حواف المنحدرات الشاهقة وتتعامل مع النظام البيئي بمنقارها وأظافرها القوية. لقد بدأت الرياح الموسمية، وترتفع قمة جبل بوكان حوالي 636 متراً فوق سطح البحر فقط. ومع ذلك، ف
فإن الظواهر المادية لهذا الجبل قاسية للغاية، وقوة المياه المتدفقة عنيفة، وبتحرك سحب الماطرة للوراء يصبح كل شيء مليئا بالبخار. الطحالب بتاريخها الممتد لحوالي 4 بلايين سنة تصبح فخورة بقوتها الممتدة المورثة للأجيال. والفطر الذي يخصب الأرض وكذلك مختلف أنواع الأعشاب التي توفر الغذاء للنباتات الأخرى عن طريق التحكم بحركة تساقط أوراق الأشجار، كلها أعضاء مهمة لهذا المجتمع الأخضر. تمكث حشرة زيز الحصاد ل7 سنوات تحت الأرض لتصرخ فقط خلال صيف واحد، فعندما تصرخ تبدأ يرقاتها بالخروج، ولهذه اليرقات مهارات مميزة بالتمويه لحماية أنفسها. إنها تحمي أنفسها من الطيور البرية المكسوة بالريش. وعلى الجانب الشرقي فإن العلامات والألوان المتعددة المتجمعة هي إحدى خططها واستراتيجياتها. ويعرف عن اليرقة اللفافة والفراشة بأنهما الأفضل في عملية التمويه. مخلوقات كهذه تعرف الوسيلة للبقاء في مثل هذه الظروف. والبحث عن الطعام هو أحد أهم عوامل الحياة الهامة. لدينا هنا أفعى تبحث عن ضفدع، ولسانها هو عضو الإحساس لديها، بإمكانه تحسس درجة حرارة المخلوقات الأخرى، وإذا ما عثرت على ضفدع ما يتوجب عليها الانتظار إلى أن تصبح الفريسة في مرمى الهدف. ولدينا هنا هذه الخنفساء التي لها قرن طويل على ظهرها، وهي تقوم بتنظيف مجساتها وبنفس الوقت تتخلص من الحشرات الطفيلية الأخرى وأصبحت جاهزة للصيد. ويرقة الفراشة هي الضحية لهذا اليوم، وهذه الخنفساء تختلف عن باقي النمل حيث تتغذى في مكان الصيد وتقوم ببناء مدينتها الخاصة تحت سطح الأرض. إنها عدوانية للغاية، فكلما لاحت لها فرصة للصيد تقوم بالهجوم وعليه، فهذا النوع قد يصطاد حيوانات أكبر حجما. وسلاحها الفعال هو سمها الحمضي، ولهذا تصبح حتى السحلية عاجزة أمامها. إنها تستطيع بالفعل أن تصطاد فريسة أكبر منها حجما بعدة مرات. ومع ذلك نشاهد بأن النملة الشبح تنتظر في مكان عميق بانتظار الانقضاض على نملة شبح أخرى، فهي تستخدم فكيها للإمساك بكافة أشكال النمل، وفي وقت لاحق تتحول إلى يعسوب جميل المنظر. ولكن طريقة صيد العنكبوت أكثر ذكاء، وها هي الدعسوقة تصطاد جندبا. في البداية تقوم الدعسوقة بقتل فريستها بأسنانها، ثم تغلفها بخيوطها وتعلقها في الوسط ثم تأكلها.
وهكذا تتواصل السلسلة الاغتذائية، فالعنكبوت العملاق الجميل العدواني يلتهم الدبور الحفار. إن هذه الحشرة معروفة بكونها صياداً لا يرحم. إنها قوية بما فيه الكفاية. ها قد حل شهر آب على جبل بوكان. هنالك العديد من المخلوقات التي تحاول الاستعداد للتزاوج. والحشرات الناضجة تستخدم أعينها وحاسة السمع والشم لإغراء الإناث. وهناك طرق متنوعة للتكاثر، فذبابة النعرة تضع بيضها على ظهر اليسروع وسرعان ما تصبح اليرقة خادرة، وعليه تنمو يرقة ذبابة النعرة بالتغذي على هذه الخادرات. وتمضي حوريات اليسروع فترة الخادرة من عمرها على لفة من الأوراق المطوية. وعندها يكون البيض على خيوط شبكة العنكبوت. وتحتفظ الأمهات بالبيض حتى تفقس الصغار. وتبقى الصغار تحت حماية الأمهات وتغادر خلال أسبوع من الزمن. إنه الخريف، وبشكل ملحوظ انخفضت قوة تدفق المياه في الوادي، فالموسم حل هنا وبطريقة أسرع منه في الجبال الأخرى. ها هو المراكشي يحاول الهروب من هذه الأحوال القاسية، وعليه يتحرك صوب أعلى الجدول للعثور على مستنقع يمضي الشتاء فيه. أما الذي أخفق بالهرب فقد واجه الموت. الخريف رائع، لكنه الموسم الذي يبدأ به الصراع من أجل البقاء. فالطيور غيرت قائمة طعامها لأن حشراتها المفضلة تمضي فترة سباتها الشتوي. ويتوجب على كافة الحيوانات العثور على مصدر بديل للطعام أو الدخول في فترة السبات الشتوي.
الشتاء على جبل بوكان طويل وبارد، أراض متجمدة ومياه متجمدة، ولكن حتى في مثل هذه الظروف يمكننا سماع أشياء جميلة. المراكشي، الضفادع، وخنفساء الكادي وغيرها من المخلوقات. وعندما يحل الربيع ثانية سوف تستيقظ من نومها. ويخبرنا جبل بوكان بأنه بالرغم من قسوة الإنسان فإن الجبال لازالت حية، وبأن البومة الصقرية والعنكبوت وكافة الحيوانات التي تقودها لا ترغب بأن ترى هذه النباتات ميتة أو في طريقها إلى الزوال. إلى اللقاء.